علمتني السنة أن الأصل أن نحكم على الناس بما يظهر لنا، الأصل أن نحكم على خلق الله بما يظهر لنا، أما السرائر فيتولاها الله سبحانه وتعالى. كلام ده في غاية الأهمية، لأننا في أوقات يتدخل جل الناس في خصوصيات بعضهم مشكلة وخلاص، لا، قد يحكمون على نواياهم، قد يحكمون على نوايا الآخرين. لماذا تقول هذا يا فلان؟ يقول لأنه نوى أن يفعل كذا وأنا أعلم ما كان ينويه وما كان يريده وما إلى ذلك، وأشياء يعني سبحان الله ما أرادها الله عز وجل أبدا من المسلم. بل الأصل أن يكون المسلم طيبا لين الجانب سهل الخلق، لا يفتش فيما قد خفي عنه أو ما قد أخفاه غيره عنه، وهذه ليست من أخلاق المسلمين. ولذلك نقول في ذلك ما حدث مع ذلك الحب ابن الحب مع أسامة ابن زيد رضي الله عنهما، الحب ابن الحب، هكذا كان يعرف أسامة رضي الله تعالى عنه. يقول: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكان كذا، بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكان كذا في غزوة من الغزوات. فذهب أسامة رضي الله تعالى عنه، عفوا، بعثه النبي صلى الله عليه وسلم لمهمة معينة. قال: فتبعت رجلا أنا وصاحب لي. فلما أمسكته وأمسكه معي صاحبي، رجل من الكفار يعني، وأخرجت سيفي لأقتله، فقال الرجل: لا إله إلا الله. فقتلته. ثم استدعاني رسول الله، فبلغ الأمر النبي صلى الله عليه وسلم فاستدعاني، فلما ذهبت إليه تغير وجه النبي عليه الصلاة والسلام، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: أقتلته يا أسامة؟ يا أسامة، أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ فقلت: يا رسول الله، إنه ما قالها إلا تعوذا، يعني هذا الرجل ما قال لا إله إلا الله إلا حينما علم أنني سأغلبه، حينما علم أنني تمكنت منه وسأقتله، فقالها تعوذا، يعني يتعوذ بهذه الكلمة حتى ينجو من القتل. خلي بالك قبل أن نكمل ذلك الحوار، أنا عايز حضرتك تتخيل هذا المنظر، لأن فعلا منظر صعب والتأويل فيه شديد. فعلا العقل والمنطق يقولان أن هذا الرجل إنما قال لا إله إلا الله خوفا من السيف، وأسامة اجتهد رضي الله تعالى عنه في هذا الموقف، وغلب على ظنه أنه ما قالها إلا لينجو من السيف، ولذلك قتله، فهو متأول في هذا الأمر. فما بالك بهؤلاء الثلة الذين يستبيحون دماء الخلق، لأجل شبهة معينة، يستبيحون دماء الخلق لأنه خالفهم في الرأي أو خالفهم في الطريقة أو خالفهم في مذهبهم أو خالفهم في جماعتهم أو مثل هذه الأمور. تخيل أن هؤلاء الذين يستبيحون الدماء والأعراض والأموال كما ذكرت لحضرتك لمجرد شيء تافه، لكن أسامة في هذا الموقف كان موقفا صعبا شديدا عليه، وهو في موضع قتال وهو يقاتل وهو رجل كافر، ومع ذلك لما رفع سيفه وقال لا إله إلا الله فقتله أسامة رضي الله تعالى عنه. نذهب إلى الناحية الأخرى، لما ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: أقتلته يا أسامة بعد أن قال لا إله إلا الله؟ فقال: يا رسول الله، ما قالها إلا تعوذا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا أسامة، أقتلته بعد أن قالها؟ وظل كما قال أسامة رضي الله تعالى، فظل النبي يكرر هذا الفعل: اللهم إني أعتذر إليك مما فعل أسامة، يا أسامة، أقتلته بعد أن قالها؟ فقال أسامة رضي الله تعالى عنه:
ولدت أن لم أكن قد أسلمت بعد. يعني بقول أنا تمنيت أن لا أكون قد أسلمت إلا بعد هذه الوقعة، حتى لا تجعل في صحيفة سيئاته يوم لقاء الله مما رآه من انزعاج من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن علمتنا السنة أن نقف عند حدود الله، وألا نتعرض لأحد إلا بحق، نتعرض لأحد إلا بيقين، ألا نحكم على أحد إلا بيقين. لا، والله عز وجل حذر من ذلك، من مسألة القتل والتحريض على القتل والإفساد في الأرض. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. وقال الله سبحانه وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ولذلك أخواننا لابد أن ننتبه لمثل هذه الأشياء. فإن كنت صادق المحبة فعليك أن تكون صادق الاتباع لهذا الرسول النبي الأمي الذي بعثه الله سبحانه وتعالى بشيرا ونذيرا ورحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم.